إلا الله محمد رسول الله شمد القدير ولي الله يا مولانا يا رحمن بالعطاء جد يا ديا بالنبي خير الورى لا تخرقنا بالنيران أعطنا كل المنى وأورقنا في الإحسان وأجيب لنا الدعاء كل وقت والأحيان واكسنا ثوب الرضا نحن مع كل الإخوان واختم بحسنى لنا واغسلنا من الأضرار فلنا كنس له في البرايا خير شان كلمة أنوارها أخمدا حر النيران لا إله إلا الله أروت القلب الضمآن نشرها قد فاح في كل حين وزمان ترها يكسو البهاء والعطايا والردوان قد يرى من قالها بين حور والولدان من ودى يذكرها فاز ما بين يا لها من كلمة أشراقا منها الأكوان قد غدا مشهورات بين إنس ثم الجان وغدا ذاكرها هائزا كل الإحسان نائلا من ربه دون كين أو ميزان ربنا فأنا بها يا عظيم يا منان وبها انتم عمرنا قبل إدراج الأكفان واجعل قبرنا بها في البام مثل المستان ووفة أجسامنا فيه من أكل ديدان واجعلها في هاشرنا وسنة في الأحزان واجعلها في هاشرنا وسنة لا إله إلا الله واسكنا يا ربي من هودها الأدب الملان وبها يا ربنا اسكننا على الجنان في جوار المصطفى ذي العلا بحر الرضوان فعليه ربنا صلي في كل زمان فعليه ربنا صلي في كل زمان وعلى زواجه وعلى الأهل الأعيان وعلى أصحابه أهل الفضل والعرفان
لا بدا بدر دون جا وفشان الشرور ريحان وغدا في رعوده يتسنى وسنوبان خيريا خيريا عشه عبد القادر الجيلان كليا كليا عشه عبد القادر الجيلان ريا خيريا شيخنا محمد عثمان كليا كليا شيخنا محمد عثمان خيريا خيريا شيخنا أحمد أصفاري كليا كليا شيخنا أحمد أصراري لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شهد القدير ولي الله محمد رسول الله شهد القدير ولي الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فعليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم نزل الرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة وقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق ودعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حمدا كأنه البدر في صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
الأحد يا ربي صلي وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكعبة هاجا في وجود المصطفى أحمد ولي الكون أنسون وسرور قد تجدد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات شرا في سبيل مستمر ليس ينفر حيث أوتينا عطاء جماعا فخر المؤبد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك على البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا إلا إذا يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد بجاه يا إلهي جد عبال ليكون لما قصر البدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا نار العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاءت الحسين الله مرحبا مرحبا يا ربي بلغ
سامي النظر عابا مرعبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة النبي محمد يا صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا يعطينا من عندك ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله يا الله يا الله بحق الفاتحه وسر الفاتحة ونور الفاتحة وبجاه من أرسلت عليه الفاتحة وببركة الجيلان والإسلاك الوسيلة لمن تبين منه الفاتحة صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم افتح لنا وأهلنا كلهم يا الله وطلابنا وجماعتنا ومن حولنا سبل الخير واهدنا سبل الخير وجعلنا من أهل الصلاة والخير واخلطنا مع خلاط أهل الشكر والخير وعملنا معاملة أهل التوكل والصبر والرضا والخير واحشرنا ودن مع زمرة أهل الصدق والقرب والخير إنك ولي كل التوفيق والخير ودافع كل الشر والبؤس والضير اللهم يا الله يا الله يا الله يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم على الخير وسرهم للخير وخدم لهم للخير وفقنا للخير وعنا على الخير واسر لنا للخير واهتم لنا منك يا الله يا الله يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبإجابة دعوات صالحات جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل دعاءنا بأسرار الفاتحة. Ada bari sama sen pada YouTube dekho lo tum kan nanti jewi jamil Masuk.
Dari sini dan sini. Orang kok nara apa nak? Inane mau beli.